السلام عليكم. اهتزت ولاية ميلا صباح اليوم على وقع فاجعة أليمة راح ضحيتها الشاب في مقتبل عمره، حيث عثر صباح اليوم الجمعة على جثة شاب يبلغ من العمر 24 عاما ببلدية ودنجا بولاية ميلا بجانب ملعب غير بعيد عن منزله العائلي. وقالت مصادر محلية بأن الأمر يتعلق بالمسمى حاطة، ووجد بحي 50 مسكن، وحولت مصالح الحماية المدنية لولاية ميلا الضحية الشاب إلى مصلحة حفظ الجثث بوادي نجا، وتم فتح تحقيق حول ملابسات الوفاة. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.